البحث يجيب يعني اوتوماتيكيا فما تحقيق فما توضيح في الموضوع. اليوم على شنو باش نحكيو جميل؟ على مش نمشيو لبلدية مساكن انا معناها مش نفهموا كيفاش البلدية خاطر هذه فما مواطن اللي هو الاستاذ مصطفى عبد الجليل العميد السابق لكلية الاداب سوسة قال مشيت خلص في القباضة داري كانت في نهج سوريا ولات في نهج أزمير في شارع أزمير بدلوا اسم الشارع من غير لا في بالي لحد شيء. احنا مش نفهم التفاصيل هذه بالحق بدلوا شارع شنو صار بالضبط مع السيد رئيس بلدية مساكن. مرحبا بك رئيس بلدية مساكن سي محمد عليا، ان شاء الله نهارك سعيد. نهاركم سعيد مبارك مرحبا وتحية ليك ولكل المستمعين في جو في جو على جوهر عيشان. كيفاش سي محمد من شارع سوريا إلى شارع أزمير دونك تغيير اسم النهج كيفاش يصير وكيفاش المواطن زادة آخر من يعلم؟ هو شوف في منصب عبد الجليل نوجه له تحية ونحترمه السيد عميد كلية السابق كل الاحترام والتقدير من القامات المعروفين في مساكن وفي حتى في تونس، لكن هو التشكي ما كانش أنه داره كانت في ولات في نو. هو قال كريمو بدلوا نهج سوريا نحاو سوريا وحطوا إزمير، هذا مش صحيح. عاوز نعطيك الحيثيات معناها مازال فما بلا شارع اسمه شارع سوريا، مازال نهج وشارع اسمه سوريا وفما نهج اسمه نهج أزمير. في 1984 فما قرار مجلس بلدي في تسمية أنهج أونتروتر نهج سوريا وموجود وفي قرار ومصادق عليه الوالي ومصادق عليه المجلس البلدي في هيك الوقت. في 2009 كيف فما نهج سمي باسم نهج أزمير كوم كوانسيدونس زوز أنهج بحث بعضهم معناها سون باراليل، لكن نعرفوا احنا في هذا هو جو في حي ابن خلدون في مساكن. حي ابن خلدون في الثمانينات وبداية التسعينات معناها هو وين بداية الامتداد العمراني والاكستنسيون بتاع البني كانوا فما ديار إباربيي وبشوية بشوية ولا حي كامل ولا أنهج ولا واحد بطبيعة. دونك من 84 إلى 2009 نهج إزمير غير مسمى، دونك سي منصف دارو موجودة في نهج إزمير، هو نهج صغير في الباراليل مع نهج سوريا والبيربوندكولير على نهج لبنان. دونك ماشي سي منصف وقت وفهذا اجرات به العاده في كل البلديات وقت اللي يبدا فما ما فماش تقاسيم وما فماش انهج مسمات ياخذوا النهج الكبير باش بور ايدونتيفي الديار اللي موجوده غادي. دونك سي منصف وقت اللي كان قبل كان وقت اللي يجي القباضه البلديه يقولوا له نهج سوريا ويخلص على اساس نهج سوريا. وقت اللي صارت تسميه نهج ازمير في 2009 هنا سي محمد التسميه عملتوها انتوما ولا في 2009؟ لا في 2009 وكل مواطن فما حديث بما انك انت رئيس البلديه وعلى كراحل كتله حركه وعلى حركه النهضه بدلت الكلام هذا تقال معناها تنقلوه بوضوح بدلت هذا توظيف سياسي هذا توظيف سياسي 2009 تبدلت هذا توظيف سياسي جميل واني هبط في صفحه البلديه حتى لبي في اللي هما بتاريخ 1984 وتاريخ 2009 مصادقين من طرف السلطه الجهويه اللي هي الولايه. معناها ما بدلنا حتى شيء من عنا وموجودين الاسماء الان وجدوا الزوز وقتاش وقع احداثهم. دونك هذا الحديث اللي تقال انه خاطر البلديه نهضه وعملوا بوليميك وتركيا ونهضه وسوريا ومعناها ودخلوها سياسه فارغه هذا مش صحيح ونتحدى اي واحد في الاطار هذا. والوثيقه ظهر لي اكبر دليل الثقه في الوثيقه معناها فما بي بي في موجودين فما قرارات مصادقه عليها واني نشرتهم في الصفحه نتاع البلديه باش تبدا المواطنين الناس كل على علم وبينا من الموضوع. يتبقى نحب نوضح حاجه مهمه اللي هي اثارت الوثيقه اللي عند سي منصف اللي اخذها من القباضه صحيحه. علاش صحيحه؟ على خاطر الى غايه 2018 ولا 2017 كانوا يمشيوا بالتسمية القديمة اللي هي نهج سوريا. احنا قمنا بتحيين عملنا مسح ميداني لكل الانهج باش تصحيح او اصلاح العناوين الموجودة عند كل المنازل الموجودة في الاحياء. دونك ستافيري انه نادار متاع سي منصف موجودة في نهج ازمير وفي وهي تحل على زوج جهات تحل على نهج لبنان ونهج ازمير ودونك تحط الادلات الصحيحه وقت اللي كانوا قبل يمشوا بنهج سوريا اللي هو لا ريفيرونس الكبيره وقت اللي تبين انه هو موجود في نهج ازمير وقع اصلاح في المنظومه الاعلاميه وهذا تبقى للمنشور الحكومي اللي صدر في 2018 وطلب تحين كل المعطيات في المنظومه منظومه الجي ار بي. دونك
ادخال المعلومات هذه او المعطيات هذه في المنظومه يتطلب شويه وقت. بدينا فيه من 2018، احضر في 2020 و2021 دخل الحيز التنفيذ. هذاك علاش موسى وقت اللي جاء مش يخل الشات الابره نتاعو يلقى نهج ازمير، قال لك يعني كيفاش كنت في نهج سوريا رديتوني في ازمير وانتم نحيتوا سوريا وحطيتوا ازمير، ماهوش صحيح. هذه الكل في إطار تحيين المنظومة، منظومة الإعلامية والرقمنا متاع التوزيع الجغرافي والعقارات والأنهج وغيره وغيره في البلاد. صحيح، هو حاجة مؤكدة سي المنصف تأكد منها أنه داروا في موقع استراتيجي. جت بين سوريا ولبنان وتركيا. فوالا شكرا. هو التسمية السؤال اللي طرح سي محمد هو التسميات هذه، انا ما فهمتش علاش المسؤولية مش عندك انت، ولكن اللي اختاروا اسم ازمير علاش ازمير؟ معناها كان نجم يختاروا اسم اخر. والله يا اسمع، احنا اليوم حيفا عكا القدس مانيش عارف. لا موجودين مثلا، نعطيك حاجة كيما موجودين سوريا ولبنان. جميل، الحومة هذه فيها نهج فلسطين، نهج لبنان، نهج سوريا، فيها نهج ياسر عرفات، فيها نهج طنطا، فيها معناها تقريبا هي كلها بلدان عربية أو مدن عربية مشاو في التوجه هذاك. وهذا مش من اليوم، من 2009 ومن 1984. دونك احنا نحترمه المجال السابقة وفي إطار تواصل الإدارة ما نجموش نقولوا عليه. شكرا ليك سي محمد عليا، شكرا لي.